معايا بس يا فندم، عايز حضرتك زميلتي استاذه منال من المرامين اللي كانوا على السقاله، اللي سيادتك كنت بتتابع شغلهم اول باول، وهي عايزه تشكر سيادتك. انا بستاذن بالراحه بسيادتك فخامه الرئيس في محافظه لوكسور، اللي هي النهارده عروسه متوجه بفضل معاليك، وان احنا بس ده كله بدعم سيادتك لينا طبعا، اللي كان بيوصلنا دايما على لسان معالي رئيس الوزراء. فاحنا انا واحده من اهالي محافظه لوكسور، واحده من ضمن فريق العمل للكشف عن طريق الكباش اللي احنا كنا منتظرينه لنا سنين كتير جدا، والحمد لله تم افتتاحه في عهد معاليك، وافتتاح العديد من المتاحف والاكتشاف والمناطق الاثريه، وده كله بيرجع بفضل سيادتك ودعمك الدائم لينا اللي كان بيوصلنا على معالي على لسان معالي دوله رئيس الوزراء لما كان بيشرفنا هنا وبيبشر الشغل معانا بنفسه، وكان دايما بيطلع معانا على السجاله بيشوف شغلنا اللي احنا بنعمله، كان بيوجهنا طبعا، وده كله كان دعمه قويه لينا ان احنا نشتغل في منتهى الحماس. فبنشكر سيادتك. شكرا سيادتك.